اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل حلقه بيكون معانا ضيف بنتعلم ونستفيد من سر من اسرار حياته. وبصراحه النهارده الحلقه بتاعتي مختلفه جدا، لان احنا هنتكلم النهارده عن مبادره تشغيل رباط البيوت في منازلهم، يعني ازاي اشغل ست البيت في المنزل وتقدر تحقق مكسب كبير جدا وتقضي على جميع المشاكل اللي بتواجهها في الحياه. بس قبل ما ببدأ في اتكلم عن المبادرة ديت لازم اتكلم عن صاحب المبادرة ديت. صاحب المبادرة ديت ليه قصة جميلة جدا وكفاح، هو استاذ اسلام صاحب مصنع فيفر. استاذ اسلام بدأ منذ سنة ونص في مصنع بمبلغ بسيط جدا 1500، قدر ان هو من خلال المبلغ دوت ان هو يكون مؤسسة وكيان ويبقى صاحب مصنع كبير بيبيع جميع المنتجات ذات جودة عالمية. طبعا من خلال حديثي معاه لقيت ان هو مش عايز يتكلم بمعنى واضح عن المنتجات، لا كان هو عنده هدف اساسي في الحلقه ديت ان ازاي اشغل ربة البيت عشان ما تواجهش مشاكل الحياه. طبعا انا مش عايز اطول مع حضراتكم عن كل الحوار دوت، انا طبعا هسيب الحوار ده تتكلم عليه مندوبه مصنع فيفر. اهلا وسهلا استاذه ريهام، اهلا ازاي حضرتك؟ بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. كنا عايزين نتعرف على حضرتك اكتر. انا ريهام، مندوبة مصنع فيفر ومسوقة، وبدأنا مشروعنا يعني في وقت قياسي. احنا عملنا المشروع ده وأستاذ إسلام طبعا كان هو مدير الفكرة وهو اللي أسسها، وأنا توترت. طب ازاي أصبحتي مندوبة المصنع؟ ازاي أصبحت مندوبة المصنع؟ أولا أستاذ إسلام دلوقتي هو عمل أستاذ إسلام عمل شاير على النت إن في دلوقتي طالبين مسوقين تمام. للنت، فمن خلال اللي شيره أنا واحدة من الناس دخلت عليه، فلقيت عامل لينك زي أي حد، شفت اللينك فدخلت، فبعدين بصيت قلت يمكن مثلا يكون هزار ولا حاجة، دخلت على اللينك لقيت نفسي من خلال اللينك دخلت على جروب بتاع واتس، لقيت بعدها بساعة نزل منتجات. الموضوع كده الموضوع في جد، جدية، في موضوع جد جدية، مش مجرد اعلان وخلاص. في جدية. تمام. فبعدين انتظرت شوية، بصيت لقيت المنتجات عمالة بتنزل مع أسعارها مع خاماتها، خلاص بدأتي تشتغلي بقى من النقطة دي. من النقطة دي خلاص بدأت أشتغل. فأنا دلوقتي أنا عايزة أشتغل دلوقتي معاهم وعايزة إيه أبقى مثلا مسوقة زيهم. فدخلت على مشرف المجموعة، لقيت أستاذ إسلام اتصلت بيه، حضرتك أنا عايزة أشتغل مسوقة معاكم. تمام. رحب بيا جدا. طيب الفكرة إيه؟ قال لي الفكرة إن إحنا هنشير المنتجات بتاعتنا، ومن خلالها أنت هتاخديها، هتعملي مجموعة جروب، ومن خلال الجروب ده هتشيريه على الوقت على الفيس، تمام هيدخل تمام لك اعضاء من خلال اللينك. تمام بالفعل انا عملت كده، دخل لي اعضاء من خلال اللينك، يوم بعد يوم اعضائي بقت بتزيد. عايزين طبعا يتواصلوا معايا انا عشان نبتدي مشروعنا وكلنا طبعا والمشروع نشتغل، يكبر. كلنا طبعا. نشتغل وكلنا نكسب اكتر وكلنا نستفاد. فبدأت المجموعات تدخل عليا يتصلوا بيا، احنا شفنا الصور، هل الصور دي حقيقية؟ هل الموديلات دي حقيقية؟ طبعا لازم يبقى في مصداقية في الكلام. قلت لهم ايوه يا جماعة طبعا احنا عندنا مصداقية في كل حاجة. طيب من هنا ابتدى الاعضاء تدخل عندي تقول لي ايه احنا عايزين الموديل كذا، المنتجات دي الموديل كذا والموديل كذا والموديل كذا. انا قلت لهم خلاص اوكي مفيش مشاكل. فاحنا عملنا ان هم يبعتوا لي الموديلات، اللي هم عايزين الموديل اللي عايز الصوره، يبعتوا لي الصوره، تمام، يبعتوا لي مثلا اللون اللي عايزينه ده لو متاح ببعته، فبيبعتوا لي الاسم، يبعتوا لي العنوان، يبعتوا لي رقم التليفون. لقيتي الدنيا ماشيه معاكي ابتدت جد تمشي، جدا. بصيت لقيتها بسيطه، هو كل الموضوع ان انا باخد من هنا احط هنا تمام. بس. طيب في حاجه برضو عايزه اسالها لك استاذه ريهام، هل بقى التسويق والحاجات دي قضت على المشاكل الزوجيه؟ هي طبعا قضت على المشاكل الزوجيه، لان بمعنى ايه بقى؟ بصي احنا دلوقتي كل المشاكل الزوجيه اللي عندنا بسبب الماده، اكيد طبعا الماديات اهم حاجه. بسبب الماديات. فانا من خلال شغلي انا قدرت في بيتي في حياتي انا اقضي على الظروف دي،
ازاي انا اشتغلت دلوقتي مسوق، انا لسه مش فاهمه حاجه، مش عارفه اي حاجه في اي حاجه. فابتديت ان انا ادخل معاهم على جروبات، مثلا يا جماعه انا عايزه اشتغل مسوقه، كل ده هدفي ان انا احسن من مستوايا المادي، المستوى المادي ويقضي على المشاكل الزوجيه اللي هي اساسا اساسها الناحية الماده، المادية. الناحيه الماديه. من خلال ده انا عملت ايه؟ بقيت اتواصل مع استاذ اسلام، مع الاعضاء، مع هنا مع هنا. ابتدى يجي لي اوردرات، من خلال الاوردرات ابعتها يوم بعد يوم ابتدى دخلي يزيد، يعني في الاسبوع عملت دخل كويس. وكل دوت حضرتك اونلاين على النت، ولا على بتروحي النت، ولا مش عارفه بتيجي ولا اي اي حاجه. حاجه؟ يعني مش محتاج كمان شهاده من لا، هي كل الموضوع محتاج ان احنا نعرف نقرا ونكتب، محتاجين ان احنا يكون في شويه تركيز، ما نتلخبطش في الاوردرات، تمام، يعني لان بيجي لنا اوردرات كتير، دي في شبه كذا دي شبه مكان دي وكذا مكان. وكذا مكان، فانا لازم ابعت الاوردر مظبوط. ده اللي بيساعدني في كده مين؟ الاعضاء اللي هم بيبقوا محتاجين الحاجه، تبعت لي الاوردر بتاعها مظبوط، انا تمام، محتاجه ده ماشي باسمها بعنوان، خلاص انا ببعته. من خلال ده ابتدى انا الاعضاء عندي تزيد، وابتدى الدخل عندي يزيد، ابتدى المشاكل اللي كانت بتواجهني مثلا في حياتي بسبب بدأت الماده تقل طبعا. بدات تقل. ابتدى الموضوع بيزيد بقى، يعني مثلا انا بكسب مبلغ معين في اسبوع، المبلغ ده تاني اسبوع بقى ضعف، طب ده حلو تالت جدا. اسبوع بقى اضعف، وانا قاعده في بيتي، هما ساعتين بس اللي بضيعهم من وقتي، بدل ما اضيعهم مثلا في ان انا العب في التليفون، اي حاجه اعمل مشكله بسببها، اي حكايه بتحصل في البيت، ممكن يحصل اي حاجه معاكي. يا ريت يا ريت فمن خلالها المشاهدين ورباط البيوت يسمعوا كلام حضرتك ويتفاعلوا ويخشوا على البيج ويبقوا زي حضرتك ان شاء الله. بس هم ساعتين مش اكتر، انا بدخل باخد من هنا، اتواصل اول حاجه مع اللينك، ادخل اللينك ده يكبر لي الجروب، بعدين انا بدخل بيجي لي اعضاء، اخد من هنا اللي هو الشغل اللي بيجي لي من المدير استاذ اسلام نفسه، تمام، ابعته للي هم الاعضاء عندي، مجرد ان انا باخد من هنا بحول هنا، مجرد تحويل، اعمل كده اعمل كده، خلاص كده وصلت الايه، كله اونلاين وصل الشغل خلاص، تمام. تمام كده. حتى الشغل لما بيجي لي برضو نفس اللي بتبعت لي الحاجه هي هياها، برضو بتعمل نفس الحركه اللي انا بعملها، تمام بس انا ببعت كل الشغل، هي بتبعت لي المطلوب بس، تمام. وهكذا. طيب انا دلوقتي داخله الشغل الاونلاين دوت، مش عارفه في اي حاجه، انا ست بيت قاعده، كنت قاعده اذاكر لاولادي، قاعده اعمل اكل لاولادي، مش عارفه في اي حاجه. طيب انا دلوقتي ازاي، مين اللي بيدربني، مين ابقى مسوقه كويسه، مين بيوجهني؟ يعني انا دلوقتي داخله حضرتك على البادج وكده، مين بقى تمام. المتخصص في ان هو يدربكم ويوجهكم؟ بس احنا حضرتك، احنا عندنا جروب، الجروب ده خاص بالمشاكل، خاص بالاقتراحات، ده غير الجروب اللي على ده جروب تاني. خاص بيكم بس انتوا. احنا اولا عندنا مثلا 2 جروب، تمام، واحد لعرض المنتج والتاني لاقتراحات المشاكل، تمام، لان ما ينفعش احنا نقترح المشاكل في وسط ما احنا بنعرض المنتج، هيحصل لخبطه للعميل، فاحنا بنعمل جروب لوحده، جروب شخصي. بندخل فيه كل الاعضاء بتوعنا، هما تمام، اوتوماتيك هي بتدخل لوحدها، لان احنا بنبقى ظابطين الجهاز بتاعنا على كده، اي تمام. فبتدخل تقول لي مثلا انا عندي مشكله، انا عندي مثلا انا مش عارفه اتعلم، انا عايزه اعمل عايزه كذا، حد او انا مثلا يدربني. بادئه معاكي جديد ماشي ومش فاهمه حاجه في اي حاجه، اعمل تمام، ايه؟ لو انا مش فاضيه في غيري فاضي، او انا ما خدتش بالي ومش فاتحه مثلا الواتس، في غيري ورشة فاتح، عمل متكاملة. بنوصل بعض، أي بنوصل بعض، يعني ممكن اللي لسه بادئه جديد ما بتاخدش 24 ساعه انها تتعلم. معقولة في الوقت ده؟ قصير جدا. اصل كل الموضوع ايه؟ تاخدي من هنا تحطي هنا، لا بتكتبي حاجه اضافيه، لا بتدوري على حاجه عشان تشيريها، هي الحاجه بتجيلك جاهزه، مجرد بتتكي عليها تعملي تحويل من هنا لهنا، كده كده اسامي الاعضاء عندك، فانت بتعملي تحويل على المجموعه نفسها، بتوصل لهم كلها اوتوماتيك. طيب الناحيه الماديه بتوصل لكم ازاي؟ عشان برضو بنطمن الساده المشاهدين. الناحيه الماديه دي حاجه انا مريت بيها. انا في الاول انا لما اشتغلت ما كنتش عامله حسابي ان انا هيوصل لي شغلي، او مثلا الفلوس مثلا اللي انا هشتغل بيها، يعني انا هاخدها ازاي، هتوصل لي ازاي، انا مش عارفه الشخص اللي انا بشتغل معاه اكيد طبعا، ومش عارفه ممكن تعاملاته تبقى عامله ازاي، وبسمع كتير عن اللي الفلوس ما وصلتش، الحاجات اللي احنا الشغل بنسمع اللي هي عنها. ايوه الشغل اللي هو دوت. طب اصبري، طب اصبري علينا شويه. انا من خلال شغلي مع الاستاذ اسلام، انا عمل حاجه انا ما كنتش اتوقعها، انا لقيته فجاه بعد اسبوع بيرن عليا،
انت عملتي اوردر واحد اتنين تلاته، مع مع العلم ان انا مش فاكره انا عملت مش كام اوردر. ناسي اصلا. لما جيت رجعت وراه لقيت فعلا نفس الاوردرات اللي انا بعتها هو اللي قال لي عليها، انت ليكي مبلغ كذا كذا. انا عايزه ابعتهولك. طب طب سبحان ازاي الله، يا استاذ الناس اسلام؟ قال لي محترمة جدا. هبعتهولك على فودافون كاش. ماشي، مفيش بالظبط 5 دقايق قال لي افتحي تليفونك هتلاقي الفلوس وصلت لك. على طول وقتي يعني، وقتي. مش زي اصحاب المصانع اللي لا 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 بتهربوا ده يديكي خلاني، حق فلوسك بس لا بعد لا 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 كذا خالص، فترة. لا انا بتكلم بأمانة، ده خلاني ان انا ابتدي استمر معاه تشجعي. واتشجع وابتدي يدخل لي اعضاء اكتر وافهمهم انا بيحصل، لان الثقه بتيجي من ايه؟ من انا مثلا اقول لصاحبتي وصاحبتي تقول لصاحبتها وصاحبتي تقول لصاحبتها، من خلال ده احنا بنكون ثقه. الثقه دي هي اللي بتخلينا بعد كده مجموعتنا بتكبر، بتبقى مثلا يعني اعضائنا بتبقى كتير جدا، شغلنا يبقى احسن وهكذا. طيب انت حضرتك اتكلمتي دلوقتي عن الثقه، طيب تمام ازاي انا اكسب ثقه العميل او تمام المستهلك؟ تمام انا دلوقتي بيجي لي بيبقى الحاجه روعه على تمام الفيسبوك والسوشيال ميديا، تمام وبطلبها وبتيجي، بس اول ما بتيجي ما بلاقيهاش بنفس الجوده والخامه اللي انا شايفاها، طيب فببقى محتاره طب ارجعها، طب اعمل ايه؟ لا احنا ازاي بنعمل بقى حاجة بقى. اثق اخلي العميل يثق فيا؟ طب احنا بنعمل حاجة حلوة قوي. احنا طبعا العميلة لما بتكلمنا بيبقى طبعا اكيد مهزوزة، لان مش بنسمع شايفة الحاجة، شايفاها كده ابعد الحاجة عنها. زي يعني ايه، زي المثل اللي بيقولوا ايه، يعني سمك في مية، انا مش عارف انا واخد ايه ايوه فعلا، او ايه اللي موجود هنا. ومجبرة تدفعي حق تمام، التوصيل. احنا بقى ما بنطلبش فلوس. حضرتك مثلا عايزة الاوردر الفلاني، اوكي هيجي لك اليوم الفلاني. مثلا لو هي محافظه جنبنا مثلا هنا، الاوردر بيجي لها بعد 24 ساعه. لو هي مثلا في بلد مثلا سيام، مثلا احنا مثلا حاليا في القاهره، هنقول مثلا المنصوره، هنقول مثلا اسكندريه، الاوردر بيجي لها بعد 48 ساعه. بس في شرط بنحطه عشان نسبه الثقه بتاعتنا. احنا بنعمل ايه؟ ما تدفعيش اي فلوس تمام. خالص نهائي، انت قاعده في بيتك معززه مكرمه، الاوردر يجي لك لغايه عندك افتحيه، بس ده مع اتفاق مع العميل، احنا هنبعت لك الاوردر، عجبك استلميه وتدفعي الفلوس. افتحيه شوفيه، عجبك استلميه وتدفعي الفلوس، ما عجبكيش بعد اذنك تدفعي مصاريف الشحن. ده بيبقى على اتفاق قبلها طب دي حاجة بيومين. كويسة جدا. طب امتى تعرف هي دلوقتي انا الحاجه جايه لي؟ انا عايز اعرف دلوقتي هي الحاجه هتجيلي امتى. ما في بيقول لك بعد اسبوع، بعد 10 ايام، وتستني ما فيش. مفيش حاجة. طيب احنا بنقول لها 48 ساعه، يعني انا عملت الاوردر مثلا امبارح، تمام هنقضي انا ما انا مثلا اوردر، تعالى بقى النهارده. النهارده بنتصل بيها، احنا بنبقى قايل لها قبلها هنتصل بيكي قبلها بيوم. بيجي المندوب يتصل بيها وهو طالع، او هو مثلا خلاص جهز حاجتها وهيطلع تاني يوم، فلازم يديها فرصه انها تدي مساحه لنفسها انها تبقى مستنياه، عشان برضو احنا يبقى عندنا ثقه فيها، لو طلبت مننا تاني نروح لها، وهي تبقى عندها مظبوطين ثقه في فينا الميعاد. بميعادنا اللي احنا قلنا لها عليه. اي بالظبط، تاني يوم على طول بنتصل بيها، يا فندم، او المندوب بيتصل بيها، يا فندم انا جاي لك بكره ان شاء الله الساعه كذا، هستناكي في المكان الفلاني. من خلال كده خلاص هي عملت حسابها ان بكره المندوب جاي. اليوم اللي بعده بيرن عليها، انا وصلت يا فندم في المكان الفلاني، بتروح. يعني احنا بالظبط 48 ساعه ده اقصى حاجه، يعني لابعد مكان ليكم احنا ممكن مندوبين بقى نروحه. في جميع المحافظات؟ مندوبين بجميع المحافظات، احنا بنعمل شغلنا والمندوبين بيجوا، كل مندوب ليه محافظه بيروحها. طبعا احنا بيبقى عندنا كميات شغل رهيبه بتطلع، يعني احنا بنجيب الشغل يعني الحمد لله ولله الحمد، ما بيقعدش عندنا 48 ساعه. اللي موجود اللي هو هيطلع، ما فيش خلاص. لو حد بعد 48 ساعه طلب شغل مفيش، اتحجز خلاص، ما عادش عندنا شغل. فبيضطر المندوبين بقى بياخدوا الشغل بتاعهم، بيطلعوا بيوزعوا كل واحد بالمحافظه بتاعته تمام. وهكذا. طيب اللي دلوقتي لو جات لك واحده دلوقتي واحنا مثلا كده قاعدين وقالت لك يا استاذه ريهام انا محتاجه شغل، بس انا لا معايا معيش خبره ولا شهاده ولا معايا راس مال ولا عايز معيش اي حاجه خالص، تمام وعايزه اشتغل مسوقه، تمام هتقبليها طبعا بكل اقبلها. شروطها ديت؟ معهاش اي حاجه خالص بس هي نفسها تزود دخلها. ما احنا كلنا ما دخلناش المهنه دي واحنا عارفينها، احنا يعني كلنا بنعلم بعض. انا مثلا دخلت ما كنتش فاهمه حاجه، دلوقتي مثلا بقيت مندوبه للشركه، ده بناء على ايه؟ بناء على ان في حد سابق ليا علمني.
واحنا ما هو الجروب اللي قبل كده اللي انا قلت لحضرتك عليه ده، هو الجروب ده هو اللي بيحل المشكله دي. انا واحده جايه لي دلوقتي مش فاهمه اي حاجه. بياخد قد ايه كده؟ وقتي قد ايه حضرتك؟ مفيش 24 ساعه بالظبط، 24 24 ساعة وتبقى مسوقة ماهرة؟ 24 ساعة وتبقى مسوقة، لأن الموضوع أخد من هنا أحط هنا، لا بكتب حاجة ولا بحاول إن أنا أعمل موضوع من دماغي عشان أشير بيه ولا أي حاجة من دي خالص. هتجيلي تقولي أنا مثلا أنا محتاجة إن أنا أعمل جروب معاكو وإن أنا أبقى مسوقة زيكو وإن أنا مش فاهمة أي حاجة وعايزة أبقى ليا دخل. طب أوكي تمام، تدخل معانا على الجروب، هنبعت لك الشغل، بنضيفها على الجروب اللي بينزل عليه الشغل، إحنا هنبعت لك الشغل، خدي تمام. الشغل ده هتعملي 1 2 3 ماشي على الخطوات. وقفت معاكي حاجه الجروب التاني احنا حاطينك عليه، ادخلي اي زميله من زميلاتك هترد عليكي، انا وقفت معايا كذا، انا طلبت مني عميله طلبت حاجه وانا مش عارفه اتواصل معاها ازاي او مش عارفه ارد عليها بانه صيغه. فمن هنا بتلاقي نفسها عرفت تتواصل وعرفت تتعامل في الشغل. بنيجي احنا مثلا تاني يوم بنسالها ايه الدنيا معاكي، تقول لك لا انا شغاله، ابعتوا لي شغل تاني، انا في ناس بتطلب مني شغل انا مش ملحقه انا عايزه اشتغل. من خلال ده بتلاقي الموضوع اتسهل معاها، واللي مسهله اكتر بيبقى في الجروبات اللي حب احنا كمان ما بنعملها. بينكم، يعني طبعا انا مثلا اسمع ان بيبقى في غيره لا ووحاشه، لا لا احنا بنساعد انا بعض، هديها خبرتي ليه، انا اصل هشغلها الموضوع ليه. مش موضوع خبرتي انا لوحدي، تمام. احنا موضوعنا ان احنا بنعمل مبادره ان احنا نساعد بعض، نكافح مع بعض، نحاول نتواصل مع بعض ان احنا يعني نحل الازمه الماديه اللي يعتبر بلدنا كلها فيها. اكيد احنا في ايوه ظروف يعني ما يعلم بها الا ربنا فعلا. ايوه فمن خلال ده احنا بنساعد بعض. اصل انا مش هاخد الشغل ليا ظروف صعبة. لوحدي، انا مش هاخد الشغل ليا لوحدي، انا الحمد لله احنا عندنا الشغل كتير وبيجي لنا طلبيات من اماكن كتير قوي قوي قوي، فانا لو انا خدت لوحدي انا مش هصد عليه لوحدي، مش هقدر، فلازم طبعا احنا بنساعد بعض، دي تاخد جزء على قدها ودي تاخد جزء على قدها. كل ما بقت شاطره اكتر، كل ما مجموعتها بقت اكبر، كل ما دخلها بقى اكبر، كل ما يعني الحياه معاها بقت اسهل بسبب ان الحياة دخل لها تمشي. ماده اكتر. بس انت عارفه يا استاذه ريهام ان الشغل الاونلاين دلوقتي بقى من الشغل المهم جدا، ايوه لان طبعا احنا في ظروف لو فيروس كورونا دوت مش ما خلناش ما ان احنا ينفعش ننزل نروح. ونروح ونيجي ومعايا اطفال، فاصبح دلوقتي كل حاجه اونلاين. ايوه والاونلاين كمان احنا عرفنا ان هو الفوائد كتيره، بيوفر في الكهرباء بالمواصلات، كل يوم بيوفر في بتنزلي الوقت، بيوفر في وتطلعي، المجهود طبعا، فاصبح الشغل الاونلاين هو شغل تبقى العصر قاعده مرتاحه دلوقتي. في البيت والحاجه تجيلك لغايه عندك. تمام تمام. طيب في حاجه برضو عايز اسال حضرتك اتفضلي. دلوقتي، في حاجه ممكن ابقى مسوقه وابقى تاجره في نفس الوقت المنتجات بتاعتي؟ ايوه طبعا ده ينفع الاتنين مع بعض؟ ينفع الاتنين مع بعض. اصل ازاي بقى؟ انا دلوقتي هشتغل مسوقه تمام، انا شغل التسويق ده بياخد معايا وقت قد ايه؟ هما ساعتين في اليوم، انا ممكن اقضي اكتر من ساعتين 3 4 بضيعهم كده، لا انا استغل الساعتين دول ان انا اطلع منهم مستفاده تمام. وممكن انا من نفس الشغل اللي انا بشيره وبطلعه اونلاين تمام، انا ممكن اجيب ليا ماشي، ومن خلال ده خلاص انا كده بقى عندي شغلانه تانية، ساعتين بضيعهم في ان انا بعمل مثلا شغل بطلعه مثلا عشان خاطر ايه، وليكي منتجاتك الخاصة. اللي هو الاوردرات تمام، الاوردرات انا ببعتها، ده كل ده بياخد ساعتين. طب انا عايزه دلوقتي شغلانه تانية جنبها، اعمل ايه؟ نفس الشغل اجيبه ليا تمام واوزعه، مثلا ممكن ما يبقاش عندي محل خالص، وكتير مننا ما عندهمش محلات، بياخدوا الحاجه لحبايبهم لاصدقائهم على التليفون، تعمل لها مثلا جروب صغير كده على الواتس مع اصدقائها على الواتس، والله انا عندي الحاجه الفلانيه كذا كذا ماشي، بيجي ياخدوا منها الحاجه، ممكن الحاجه تتصرف منها في يومين، اصبح ان انا بقى عندي شغلانه ساعتين مسوقه، وفي نفس الوقت بيجي لي المندوب بيجيب لي نفس الشغل اللي انا ببعته يوديه للناس تمام وبوزعه، اصبح ان انا عندي بقى دخل من هنا ودخل من معانا هنا. مداخله تليفونيه. الو الو الو، سلام عليكم. السلام عليكم وبركاته، مع حضرتك يا فندم بسمه. ازيك يا استاذه بسمه؟ الحمد لله تمام. هو انا والله لسه بفتح التلفزيون شفت رقم البرنامج وبيتكلم عن مصنع فيبر. والله هو شايل حق، المصنع فعلا ممتاز جدا، وخصوصا اهم حاجه في الجوده. حضرتك خدتي منهم الجوده حاجات يا استاذه بسمه؟ نعم. حضرتك خدتي منهم حاجات قبل كده؟ طبعا. انا بتكلم ليه؟ خدت منهم، خدت منهم مش مره واحده، خدت منهم مره يعني اكتر من مره، وكمان جيراني خدوا، لان احنا اهم حاجه الخامه بتاعتهم حلوه قوي، قطن فعلا بيور، يعني مثلا اونلاين ما بيقولوش، بيقول مثلا حاجه وتجيك البيت حاجه،
لا هو فعلا اللي هم بيقولوه بيجي نفس الجوده، بالامانه نفس ونفس المقاسات ونفس كل حاجه، تمام. والتشطيب بتاعهم ممتاز، تشطيب وتحس ان هو مفيش اي غلطه. ولو في مثلا مدير مثلا جه كبير عليا مثلا، اتصلت بيهم فعلا عرفوني ورجعوه وجابوا المندوب لحد عندي، حتى كمان سعر الشحن ما خدهوش. طب قالوا والله لي لا كويس جدا، معلش. كويس جدا لا والله. احنا هم فعلا بنسمع عن لا حاجات جميلة او في مصنع فيفر. لا هو فعلا انا اول ما شفت الصراحه البرنامج، لا عشان خاطر الشهاده او زي ما اتحقق يعني، قلت انا لازم اتصل بيهم. وكمان المعامله حلوه، وتحسي كده ان انت بتتكلمي في بيتك، فاهمه ان انت الحمد فاهمه ان انت لله، حاجه لو انت دي خدتيها فعلا اللي انا بختاره هو اللي بيجيني، هو تمام. اللي انا بطلبه. ما بلاقيش مثلا صوره يعني غير الصوره، لا بالعكس احلى بكتير. يعني مثلا الالوان فعلا الوان باينه كده، مش الوان اللي هي ايه البهتة، مصريه. اه أي بال كمان لما انت ايه بتغسليها مره واثنين وثلاثه، ما بتقشرش، ما بتقطعش، ما بتعملش فتل. كمان الخياطه بتاعتهم ممتازه، يعني الجوده فعلا ما شاء الله عليهم، الجوده تحفه. ما شاء الله، يعني ما شاء الله. اهم حاجه انت مثلا ايه عشان خاطر، وسعرهم سعرهم اصلا انت بتجيبي، لو انت نزلتي بره عند اي محل الترنج مثلا انت بتجيبيه مثلا بثمن كذا، هم عندهم بالربع. يعني كمان فعلا صاحب المطعم فعلا أسعارهم، عامل أسعارهم تخفيضات مناسبة لأي فظيعه. بيت، الأسعار لا مناسبة، كمان أسعارها بيعملوا بسيطة عروض، جدا. كمان تلاقي ناس يعني بيعملوا عروض كتير جدا، كل شويه بتلاقيهم عروض، ومهتمين بالناس اللي هي دلوقتي احنا البلد بتاعتنا واقعه شويه، يعني ايه دخلهم يعني اقتصاديا. متوسط، اه لا كمان هو بيعملوا يعني بيعمل عروض فظيعه الصراحه، شايف حق. يعني الناس دي لازم نشجعها ولازم نديها دفع، عشان أكيد فعلا أكيد. بامانه يعني عندهم ضمير في كل حاجه، في يعني الخامه كويسه، الامانه عندهم، مواعيد التوصيل بتاعتهم هاي. لان مثلا طلبت الاوردر بالليل بيجي لي تاني يوم. ما شاء الله، ما شاء الله. اه يعني شوف، بيجي والمندوب بيحدد لك الساعه والوقت، وعندهم كمان المناديب بتاعتهم مش اي حد بيشغله مندوب فعلا، يعني تلاقي المندوب كده يعني حاجة كده أشكرك، محترمة. أشكرك يا أستاذة شكرا على بسمة، سكتك لينا يا أستاذة أشكرك يا بسمة. حبيبتي، أشكرك أشكرك. طبعا يعني دي حاجة كويسة جدا، وإحنا على الهواء الحمد مباشرة لله، أهو. نتمنى ودي حاجة من تثبت ثقة كلامنا. الحمد أكيد يا لله. حبيبتي أكيد. طيب بقول لك، لو الستات لو حابة توصل لكم، توصل لكم عن طريق إيه؟ البيتش بتاعكم اسمه إيه؟ البيدج بتاعنا فيفر، شركة فيفر أو مصنع فيفر، تمام. بتبحث عنه على الفيس، بتدخل عادي بتلاقيه، احنا مشيرين حاجات كتير عليه، واللينك تدخل عن طريق اللينك، خلاص هي كده تعتبر وصلت لينا، تعتبر ان هي خلاص. خلاص بقت معانا كده. طب هي ممكن بس تصبر يعني اللي هو ايه، لو دخلت بالنهار ممكن بالليل هتلاقي الشغل كله نازل، لان في ناس بتفكر ان هي مجرد ما تدخل على اللينك هتلاقي الشغل نازل اوتوماتيك، لا. من الحته دي هما بيقلقوا شويه، فلا انا بقول لهم يعني ايه، ادخلوا على اللينك تصبروا مثلا بالليل اللي هو مثلا يعني على الساعه 9، احنا بننزل الشغل بتاعنا الساعه 9. استاذه ريهام، انا اتفضلي. الحلقه جريت بسرعه، اتمنى متشكره تكون لحضرتك. حلقه موفقه، والمشاهدين ميرسي. يعني يتواصلوا مع المصنع فيفر وصاحب المصنع استاذ اسلام. ليه طبعا تحياتي لحضرته على كميه الكلام الجميل ميرسي اللي بيتقال لحضرتك. فيه، وان شاء الله باذن الله لنا حلقات تانية مع حضرتك ان مع شاء استاذ الله اسلام. باذن الله. شرفتيني استاذه ريهام، ميرسي 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 لحضرتك. حبيبي. ميرسي.